أقرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اعتمادات إضافية بقيمة تجاوزت 572 مليون جنيه، وتخصص لتحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية. وأشارت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلى أن هذه المخصصات ستساعد في تطوير البنية الأساسية لقطاع المياه والصرف الصحي، بما سينعكس إيجابيا على تحسين حياة المواطنين. وأكدت الوزيرة أن ذلك يأتي في إطار معالجة الفجوات التنموية وإحداث تنمية مكانية متوازنة، بما يضمن العدالة في تحقيق التنمية المستدامة واستفادة المناطق المحرومة.